أثارت قرارات التحكيم جدلا واسعا خلال مباراة ليفربول وتوتنهام، خاصة الحوار بين الحكم الرئيسي والحكم المساعد قبل ركلة الجزاء الأولى. والمفاجأة كانت أن اتخاذ القرار النهائي تم بالرجوع إلى الحكم الرابع والإعادة التلفزيونية للتأكد مما إذا كان هاري كين في موقف تسلل أم أن الكرة وصلته من لافرين مدافع ليفربول.